بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة قسم هندسة الاتصالات أن أتقدم بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلدنا وشعبنا بالأمن والأمان ودوام التوفيق. كما لا ننسى شهداؤنا الذين زرعوا لنا ورود الطريق وسقوها بدماءهم الزكية وأرواحهم الغالية. دمتم فخرا وعزا، وبكم نقول أدام الله لنا الأعياد والأمان والاستقرار، وجعل العيد بسمة في الثغور وضحكة في العيون وفرحة في القلب، وكل عام وأنتم بألف خير. آملين أن تكون جهودنا في بناء الجيل الجديد اللي المغذى بالعلم والمعرفة قادر على أن ينجز دوره في بناء الوطن وتعويض هذا البلد ما فاته من أضرار وتضحيات. أملنا كبير بأن نحصل من الله على التوفيق في النهوض ببلدنا من خلال مؤسستنا العلمية هذه كلية العراق الجامعة، بجهود القائمين عليها من عمادة وتدريسيين وإداريين وطلبة. نأمل من الله أن يعيدنا في كل عام بالخير والنصر والبركة. نهنئ الشعب العربي عامة والشعب العراقي خاصة بحلول العام الجديد عام 2019، وإن شاء الله الله يجعله عام إن شاء الله خير وسعادة وأمان واستقرار للعراق العظيم. وأتمنى إن شاء الله الطلاب الخير والموفقية والنجاح، وإن شاء الله أمنياتنا أنه ما يبقى طالب إن شاء الله دور ثاني أو يبقى سنة ثانية، إن شاء الله الطلاب كلهم ينجحون. نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى عمادة كلية العراق الجامعة، إلى السادة التدريسين، إلى الكادر الإداري وإلى الطلاب. نتمنى لهم عاما مليئا بالموفقية. وبالنسبة للأمنيات العامة هي أكيد هي الأمن والأمان والخلاص من كل العمليات أو كل المشاكل اللي جاي تصير بالبلد، وخصوصا بالنسبة للفساد الإداري والفساد المالي وبالنسبة للمشاكل اللي تمر بها البصرة خصوصا. ونسأل الله التوفيق للجميع. أتقدم بأجمل التهاني والتبركات إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول عام 2019، ولعمادة كلية العراق الجامعة ولكافة الزملاء في قسم الهندسة المدنية في كلية العراق الجامعة. نتمنى أن يعم الأمن والأمان والاستقرار في عراقنا الحبيب، وأتمنى أن تتحقق أمنيتي بأن أكون مهندسا ناجحا ليخدم أمتي وبلدي العراق. بمناسبة حلول عام جديد 2019 نهنئ كافة التدريسين في قسم هندسة الحاسبات وعمادة كلية العراق الجامعة وكافة زملائي في القسم وكذلك أهلي، أهنيهم بهذه المناسبة، ونتمنى أن يعم الأمن والاستقرار، وإن شاء الله أن أحقق أمنياتي في عام 2019، وأدعو الجهات المختصة أن يوفرون الفرص العمل للشباب لأنهم جيل المستقبل. وإن شاء الله في هذا العام أيضا زواج علاء وأخوي، إن شاء الله أدعي له بالصحة والسلام. أول شيء أمنيتي بالسنة الجديدة الصحة والعافية لكل العراقيين والأمن والأمان، هاي يعني لازم كل سنة إنه نطلبها، أو مو نطلبها من السنة إنما نطلبها من الله، إنه تتم علينا الأمن والأمان ويبقى العراق هاي الوضعية يعني على الأقل أحسن من قبل، مو يرجع لي ورا يتقدم. أمنيتي بعد التخرج إنه أول شيء أعتمد على نفسي، ورا ما أعتمد على نفسي أكمل حلمي اللي هو أنا أريد الصيدلة، وهذا الشيء اللي هو كلش أريده بشدة، هاي أقصى أمنية ممكن أريد أحققها. نقدم تهنئة شعب العراقي وطلاب كلية جامعة العراق ومنتسبيها وخاصة العميد المحترم بحلول السنة الجديدة. إن شاء الله نتمنى خلال هاي السنة نعم الخير والأمان بالشعب العراقي، خاصة محافظتنا الحبيبة بسبب الأوضاع الأخيرة، وإن شاء الله يعني نريد من السنة الجديدة أنه توفر فرص تعيين للشباب ويعني عمل الخير بالوطن. وإحنا يعني عانينا من خلال السنوات الراحت، يعني نريد خلال هذه السنة الجديدة يعني نرتاح وتوفر جميع الفرص المعيشية بصورة جيدة في العراق والبصرة. طبعا بالبداية أحب أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لزملاء الطلبة، واتمنى لهم يعني عام سعيد والاساتذه وكل الشعب العراقي، ويا رب ان شاء الله سنه خير و...
بركة وإن شاء الله الأمان يعم على العراقيين ككل. طبعا كل احنا نتمنى هاي السنة سنة التخرج، بما ان احنا مرحلة رابعة امنياتنا انه تكون سنة خير علينا وتخرج بافضل شكل. يعني شنو امنيتك بعد التخرج؟ والله واحد يطور من ذاته، يعني امنياتنا نطور اكثر ونحصل فرص عمل، لان الكلية ما تقدم كل شيء مثل ما نقول، تقدم الدراسة الأكاديمية فقط. احنا المفروض من كل واحد يطب دورات يطور روحه يتعلم اكثر عن مود يحصل شغل بالوقت الحالي. شنو تحب تنصح الطلبة المتخرجة والباقين بدون عمل؟ والله انه ما يظل قاعد وساكت ويدور شغل، يعني بس قاعد وانا اريد شغل اريد شغل، يعني صعبة يحصل هسه شغل. لازم يطب دورات يطور روحه، النت يعني عالم كبير، فيطور روحه من خلال النت ابسط شيء على مود يقدر يحصل شغل.